بركات الخاصة لشهر رمضان، في بركات جسدية وفي بركات روحية وفي بركات أخلاقية وفي بركات سلوكية، هاي بتكون كلها في شهر رمضان. أما البركات الجسدية والصحية، أول شيء اللي عم يصوم هالصيام إذا كان بتصومه صيام الإيمان، صيام الإيمان سنة كاملة ما بتحتاج لحبة إسبرين، سنة كاملة ما بتحتاج لطبيب. إذا شهر رمضان صمته بإتقان ما بتحتاج لطبيب سنة كاملة، ما بتحس بمرض. كيف الصيام الجيد؟ الصيام الإيماني تفطر على التمر، إذا ما في تمر على الماء، إما على 3 أو 4 تمرات 5 تمرات أو على كاسة مي، وإذا جمعت 2 ما في مانع. ثم تقوم تصلي، بعد ما شربت كاسة المي أكلت التمرات بتقوم بتصلي فرض المغرب، بتصلي السنة، ثم تأتي إلى الإفطار. أما قاعدين على الصفرة مجرد ما ضرب المدفع تناولنا دغري، دغري أكلنا وأخرنا الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. متى أخرت المغرب باشتباك النجوم رفع الخير منك ومن بيتك. لذلك بعد الأذان مباشرة الصلاة، نفطر ثم نقوم فنصلي، بعدين تعال عود كل الأشياء معك وقت. فأولا التمر والماء، 2 انتبه عند الطعام، عم تاكل مرقدة، نصوم المرقدة 2، حط قدامك 2 مرقدة افتحها 2، خذ لقمة 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 لقمة، صغر اللقمة وكل ومضاغ اللقمة منيح حتى المعدة ترتاح. المعدة ما بتهضم الخبز، يعني الخبز بينهضم بالتم، فإذا علكته أكثر بصير هضمه أكثر، بينزل للمعدة بترتاح المعدة فيه، ما بتتعب المعدة. أما واحد لقمة نص رغيف بتمه، يعني لقمة بإيده لقمة عينه باللقمة الثالثة، هذا كأنه فاقد الطعام. شو صاير؟ لا لكن ما رح يهرب، عادي أو صغر اللقمة وأجيد المضغ، بتشوف النص رغيف شبعت وتقلت، والله أنا رغيفين ما عم يكفوني. شلون نص رغيف؟ نص رغيف كأنه اتبعت السنة، اتبعت السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تصغير اللقمة وإجادة المضغ، ولا تقطع لقمة حتى تبتلع الأولى، هذا أدب الطعام. خفف ما استطعت على الإفطار وعلى السحور. عم تعطش كتير، سبب العطش كتر الأكل، خفف الطعام ما بتعطش، خفف الطعام ما بتحس في النهار بجوع، كل ما تأكلت أكثر على السحور كل ما بجوع بالنهار أكثر. هلا لما عم تقعد العشية ربع القابلية مو موجودة، لأنه مضى عليك 12 ساعة بلا أكل، متى ما مضى عليك 12 ساعة بلا أكل بتخف قابليتك للطعام. خففوا ما استطعتم. تخفيف الطعام، على السحور كان النبي ياكل بضع تمرات وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن لم تجدوا إلا كوبا من ماء، كاسة مي اسمه سحور. أما واحد بيسهر بيحط راسه بينام ما بده يتسحر، فهذا إنسان
فاته خير كبير. الخير قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. يعني رحمة الله فاتك، دعاء الملائكة لك خسرته لأنك نمت من غير سحور. إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. طيب هي الحالة الجسدية.